السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زاري يمن نجنان وداجات صحابي جليل تلقوا صحابانا سمو كسلمنا بفيت عبد العزة يبالان عزة مالت أفرأيتم اللات والعزة عزة مالت أوتناتشو عزة نالات تأوتناتشو يعزة باريا تبلو يتتقرى تأوت بميابلكم هبرسة وصلة ولدا عند تلق صحابي هنا اسلمنا انك تقبل بهالا نبيه صلى الله عليه وسلم لا انت عبد العزى للهم بل انت عبد الله انت عبد الله يا الله باريانا يا عزى يلات باريا للهم بنو السماء وطلتنا قتلوا نبي منال ذل بجادين من السم جمروبت عبد الله ذل بجادين عبد الله ذل بجادين يجونياوچ بالبيت ذل بجاد مالت جونيا مالت وين باغر بيتو قانكو كيشا مننو مالت جونيا ذل بجاد يعني صاحب البجادين مالت الله سبحانه وتعالى قران ظنون الى نون مالت عصا مالت ظنون يا عصاو بالبيت مالت كصاحب الحوت الى يا عصاو يا غادني الى نبي الله يونس عليه السلام ወንዙስ አሳውጣቸው ባለፈውና የነው ታሪካቸውን 3 ቀን አሳውዱስ ቆይቷል አላህ ያሳው ጓደኛ ብለ ይጠራቸዋል ዙኑ ዙ ማሊም ትላለ የገንዘቡ ባለቤት ለማለት ዙል ቢጃዲና ልፍ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጆንያዎች የሁለት ጆንያ ቢጃዲ ቢጃዳኒ ነው በኢዳፋ መጅሩር ሆኖ ነው ቢጃዲ ማለት ሁለት ጆንያዎች ማለት አብዱላህ የሁለት ጆንያ ባለቤት አሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ሁለት ጆንያዎች ታሪካቸው ምንድነው ለምን ከሰሙ ጋር ብሩ ተያዙ ማን ነው አብዱላህ ዘል ቢጃዲ እና ያለን ነው ኢንሻአላህ ግን ለምንድነው እሱን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልረቦሽ ለይተን የመጀመሪያ ፕሮግራም አድርገን ይመረጥነው ምክንያቱ ምንድነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይ የሰለመ ሰሃባ ከሰለሙ ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ አብዱላህ ዘል ቢጃዲ እንደኛ አሁን እንዳለነው ትውልድ ረሱልን ሳይ በወሬ ነበር ሰምቶ የሰለመው ይሰው እስልምናን የተቀበለው ወኢንሻአላህ ከሱ ጋር በታሪካም ተአብረን ቆያለን ከመካና መዲና መሃል እምትገኝ አንዲት መንደር አለች ያቺ መንደር ሙዘይና ትባላለች ከታላቁ ተራራ ከጥጓ ታላቅ ተራራ ይገኛል ወርቃን የሚባል ከዚህ ተራራ ስር የሚሰፍሩ ምኖች አሉ ጎሳዎች አሉ እነዚህ ጎሳዎች ሙዘይና ይባላሉ ይህ ጎሳ ከዚህ ጎሳ ውስጥ في شعب من شعاب ذلك الجبل القريب من المدينه كمدينه طق كونه كذች መንደር ውስጥ ولد عبد العزى المزني عبد الله ذو البجاري وين بدرو اسمه عبد العزى تولد لأبوين فقيرين لولت بإيكونومي دكم قالوا بيت سبوچ እናتنا አባቱ تولد مات ابوه وهو صغير جنا لقى لجوتات يلا ابات موتا فتحالف عليه اليتم والفقر دهنتنا يتيمنت باندج تجابت ينسو نغرغن ولكن كان للطفل اليتيم الفقير لذيه مسكين يتيم لجغن اغوت نبرو عام على حظ كبير من وفره الغنى بتام كفتني حبت نبرو اغوت نبرو يسو وبسط العيش يدلا نور منور اغوت الله يغوت كان محترما بين قومي ما برسوزن بتام يتكبر صاحب القرار قالوا ما يملس يا غرب الابات نبر يسغوت ولم يكن لعمه هذا ولد يزين حياته الذي ما غوت اغطاميون لج علبرم حياته يمسوبلت او عقيب يرث امواله وين جنزب اللي ورثه ميشيل وراش تتكي على نبرو فأولع بابن آخيه الصغير ذو البجادين بتأم فكره يسا اندلج ما درقو لي زو السنة وأنزله من نفسه وماله منزلة الولدي من أبيه عند أبات للجمي ستأم بوتاها الذي لذو البجادين ستأم نبرة حفت من دالة سركبه مولو إيكونوميونا تنكساك سلبتها له عبد الله ذو البجادين
فنشا صافي النفس ترت على نفسي زعدك نقي الفطره تفطروا يصداسيو بمچوت بدلو تعدك عبد الله ثلبي جادين بل يلالو مؤرخوچو مزينه متامرته لبس عين نفس النبر كقنطوتو يتنسى كشام هاجر است امبورت ادرغو لبسوچ اسمطانا انزان ميامامرو لبسوچ نبر ميلبس بقنطوت بدلوت مادك جمرى عبد الله ثلبي جادين. وعلى الرغم من ان الفتى المزني قد بلغ مبلغ الرجال يا عبد الله ذو البجادين وطاتنت درجه بدرسم فانه لم يسمع بالدين الجديد مكه وصلت كسته وسلا اديس امنت على سمام نبر ولم يسن الى علمه شيء من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم سلا نبي من نبي وملائكته ورى الدرسوا مكه واستيالو وقد استطال ذلك حتى هجر الرسول الاعظم الى المدينه نبي صلى الله عليه وسلم ودى مدينة هجرة سكاردقو بدرس يسو منم سل نبيو تاريك السمام منم لاك معدام يدرس قوزوت أتبهونم وطفق الفتاة المزني يتتبأ أخبار الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يودت سل نبي صلى الله عليه وسلم مكتات الجمرة مع النتاتشون ويتسقط أحواله حتى إنه كثيرا ما كان يبقى طول نهاره على جانب الطريق المفضلة إلى المدينة ليسأل الذاهبين إليها والغادين عنها ود مدينة من ملال لسوتن سوتش لما تأيك ودو قودانا دارتش علي ود مدينة ود ميوستافرا قودانا مقنت علي قومو يتأبك نبر يا الله سبحانه وتعالى قدر هننا صحاباوش لهجرا سيسددو عبد الله ذو البجادين غايكلانيالو ذو البجادين غا تغنايو صحابوچ كهالا قريش يابرروچو نو گن اين سو دعوه مدرك نبرباچو اسلمنا ناقربولت سلا اسلمنا ينغروت جمرني سوچ فما زالوا بتام سينغروت سيابابلوت الى ان شرح الله صدره الطاهر للاسلام الله سبحانه وتعالى هين نسول لبونا ولإسلمنا كفتلت وفتح قلبه الغطى لأنوار الإيمان ينزو قلب الله لإيمان نور كفتلت فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله النزي سوتش إسلمنا لكفل هذا الرقود علموش من إلال وذلك قبل أن تكتحل عيناه بمرأة الرسول نبيه صلى الله عليه وسلم بأين سايات ونبري سلمه أو تنعم أذناه بسماع حديثه ينبيون بالنفس قال سايسما نبر ذو البجادين سلمنا نتقبله يه ذو البجادين كسلم بهلا قجب له التقمتم هل ملال مؤرخوش وده كمزينة وده مدينة وده ميوستو قودانا مقنت أدرس روق من قديمة أنا وده مدينة من ملال صحابه يتبقى قرآن استمرون إلى شوال دين الاسلام استمرون الى تشوال ني سوش كوهالا انت طلات يا باررن انشلم كلا استماراچو انغدا كفلك يتكتلكن نيا ود مدينه يرن يتكتلكن تمارالوت الله اكبر يسو الى المؤرقش بقن است ك13 اسك 15 كيلو متر يي بقنطوت يادغ لغلا غوطات يان كل ارسا سلمنا انك تقبل بهالا 13 ከ15 ኪሎ ሜትር ሚሆን በግሩ የተጓዘ ቁርአንን ይቀራል ምን አልከኝ ሶላት እንዴት ነው ይያል 13 ኪሎ ሜትር በየቀመ ይወጣ በሊላሉ ባዱ ሙሐሪኾች ቁርአን እንዲያደረገ ነበር አብዛኛው ሱራ ያፈዘ ዲነል እስላምን የተማረው የዒባዳ አይነቶችን ከነዚህ ሰሃቦች በግሩ የተጓዘ ይሳሐባ ተማረ ወከተመ الفተ المزني يه عبد البجادين اسلمناውን دبቀ عن قومه عامة كهزبوتش بعد تكالي وعن عمه خاصة البتلي أقوت ليس ما دبكو عزو سلمنا وجعل يخرج إلى شعاب النائبة روكو دونو تراراو تشيوتانا ليعبد الله عز وجل في أكنافها بعيدا من أنظار الناس كسوتش إيتا ششتو أقرو لي والبميقين تراراو شجربا يهدا بك أنوست أمستك زي روكو بوتا بعيد هنا ترى رقودو حزب سايو بكانوس امستو صلاه يسجد نبر يسو لسنت عامت اهلي مسلاچو الو دموچه لسوست عامت مولو كحزبوچو تدبقو اگروس بميگينو تراراوچ روق تراراوش برهالي وتو امستو صلاه يسجد لا اله الا الله يسو يا اگوتو مسلم بنافقوت يتطابق نبر ሁሌም እየመጣ ያ አሚ አንተ አጎቴ ሆይ
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ እኮ ተልኳል መዲና ላይ አንድ ነብይ ያሉ አስተምሮታቸው እንዲ ነው ይሏል 3 አመት ሙሉ فيرفض ويسب አጎቱ ሊቀበለው አልፈለገም መሳደብ መውቀስ ጀመረ አጎቱ አሁንም ይመጣል ያ አሚ ቁርአን የሚባለው እኮ በሱ ላይ ወረደለት እንዲ ይላል አሉ እምነት የተቀበለ ሳይመስል فيرفض ويسب መሳደብ መውቀስ ጀመረ ደሞ የመሐመድ የሚባል ይላል ሊቀበለው አልቻለ ከዛ ሁሌም ጎዳና ላይ ይወጣ ሰሃባዎችን ቁርአን አስተምሩ ሲላቸው ሰሃባዎች አንድ ትምህርት ሰጡት ለምን ሁሌኛ እየተከተለ ከመትማር መዲና ናና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ጓደኝነት ማትፈጠር ከሳቸው ቅርብ ለቅርብ ነው ዲንህ ለምን አትማር ማለት ኢየሱስ በነሱ አስባብ ተስማማ ወለማ ወጀደ الفታ المؤمن ان صبره قد طال تغستو እንደ ተማጠጠበት ይወጣት ሲረዳ وان المشهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تفوته واحدا بعد اخر كنبيهم صلى الله عليه وسلم قام يادرغو غنيونت قويتا بيقنو يالفو متى 3 عامت درسا اغوتم ليسلم عالشالم تغستو ተማጠጠ ይሰው وداغوتو متانا ندقمناله واقبل على عمه وقال من بلوالو يا عمو انت اغوت يالو لقد انتظرت اسلامك طويلا እስልምናን እስልምናን ተቀበላለህ ብዬ ጠበቅኩ حتى نفد صبري ትግስቴ ሞተጥ ብሎ ስካለቀ ድረስ فإن كنت ترغب في أن تسلم ويكتب الله لك السعادة فنعم ما تصنع الله ترودልን ሰዓዳን ጽፎልህ ከሆነ ምትሰልም ከሆነ فنعم ما تصنع ምትሰራው ምን አማረ وإن كانت الأخرى كن كزوج متفلك هنا فأذل بأن أعلن إسلامي بين الناس اسلمناين لسوج عوج زند فقد لنيا ما كادت كلمات الفتى تلامس أذني عمي يا قوتون جرو يزي وطاف نغغر غن عندنك حتى استشاط غضبا قلت او غنفلا وقال بلو على قوتو اقسم بالله والعزى بعزانا بلات بطاوتوچه بغيتوچه ملالو لئن اسلمت يسلم كندون لعنزعن من يدك كل شيء كنت اعطيته لك يسطه النبرت اندالن مقبا الله كبات فتنا ودك ولا اسلمنك للفاقه والجوع لدهنتنا لرهاب نو اغال تشمتل يسلم كندون زاچون لدكبت يوطات كن فنكچ ليلالچال ከዛማ ጎቱ የተከበረ ሰው ስለነበር ሰፈሩ ላይ ይሄ ሞጣት ሀብታም ሆኗል ያጎቱን ብር ይዞ ሁሉም የተከበሩ ናቸው እንዲያባብሉት ያገር ቤት ሰው ሽላከባቸው فحبوا يرهبونه ويرغبونه መጣው ያባብሉት ያስፈራሩት ጀመረ ይህን ሰው ተውድህነት ተሆናል ውስተውድቃለ ሀብትህ እንዳለ ያልቃል ለድህነት ትጋለጣለ አሁን ይሄ ወጣት ሚዛን ላይ ወደቀ ዚጋ ዱንያ አለ ንብረቱ ብሩ ኢኮኖሚው ቤቱ ዚጋ ዲን አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል የቱን ይመረጥ ለስንት አመት ካባቱ ካጎቱ ብር ተቀብሎ ያካበተው አብሮ ያካበተው ብር ነው ግን መነሻኔ ስለሰጠው እንዳለን መቀማ በልብስን ሳይቀራል እስኪ ደራሳችን ህይወትና አጣው ሞባይልህን መኪናህን ብርህን ቤትህን ቀማሃለው ዲነህን ከባድ ፈተና ነው يذل بجادين ملسقن من نبرا افعلوا ما شئتم يفلقاتشو تنصروا فأنا والله متبع لمحمد نبا الله هون بني محمد تكتين وتارك عبادة الأحجار ومنصرف إلى عبادة الواحد القهار إنه تعوات دنقاك ما عملك رقي عندنا شنا في مجيتا ودمي قزو يا زوركو لفتين يفلقاتشو تنصروا تلمنا التساكم فما كان من عمه الا ان جرده من كل ما اقطعه اقوت يسطو النبره اندالق راقو تاسكر حتى ثيابه الى هجرا درغو ده نبيو اندهيد لبسون انكو قام منم لبس على نبرو ولم يترك له غير بجار يستر به جسده كانديت جونيا بستكر عورتهن بلتهن مشفنبت يتولت نجر على نبره يوطات إتشين جونيا وقبل عشرك أن مضى الفتى المزني مهاجرا بدينه إلى الله ورسوله ودى الله أنه ودى ملك تنيا وسدة روطة ودى مدينة وجعل يحث الخطى نهو المدينة ودى مدينة
مرامد مروت جمرا تسوقه وتدفعه إليها شوق النبي صلى الله عليه وسلم ينبي فكر كهالا وهالا ياندر الدرو ود مدينة نبرت انترو مروت جمرا وكان حاله ونيتا من يمسل نبر إلى العلموج يموسان ونيتا يمسل نبر وعجلت إليك ربي لترضى كيتاي أني ودان تبطو وديتان كجي يودات روضا فلما غدا كريبا من المدينة ود مدينة دارتشا سيدرس شك بجاده بك شكين كولت قرط وهنجونية فاتزر بأحدهما عندن يون وقبول أسروا وارتدى بالآخر عندن يون تكشعوا لي عندي لبسوا ثم مدى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما تنبرنا يقبوا مسجداتش وقبوا الساتشو مسجد عدرا فلما انبلج الفجر نقاتهم وققبا لقزي وقف قريبا من باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ود نبي أجل صلى الله عليه وسلم بيت بر ليك وعيسو وجالي تركبوا في لحفة وشوك طلعت رسول الأعظم يا نبي صلى الله عليه وسلم كبيت هاتشو موطات بن أفكو تتبق جمري وطات فما إن وقع بصروه عليه عين تشوم نبي صلى الله عليه وسلم قان درفة حتى تهللت على خده دموع الفرح يدستان باقون جولي مبسس جمنا ينافقون وداجو تشونا ياتشو نبرتون ونو نغرط لو يمتع الله تشون نبي ركاينو انباو قون جولي مبسس جمنا ولما قضيت الصلاة صلاة من نبي صلى الله عليه وسلم سجدوا عند جرسوا نبي صلى الله عليه وسلم عند لمداتشو قمنا من سجد من قر يالو فيتوچني صحابوچ ما استوال جمرو كزام ينوت اتيوت فنظر الى الفتى وقال نبي من علوت ممن انت يا فتى يتني متاو انت وطات فانتسبله كمو زينا غسان وششچ يمطوال فقال ما اسمك سمه ما انه فقال عبد العزة عبد العزة بالالو يحزة بارع نبي صلى الله عليه وسلم تكرموا أيوتنا وقال النبي ما هذا البجاد يلبسك وجونية من دنو تادع لبس الله من دي قال يا نبي الله أنت يا الله نبي هوي جردني عمي من كل ما أملك أقوتي برسو مسلم إنسك كحصو طولو نقر نبرتين كمان فلم أجد غير هذه البجاد كالنزي بجالوج كالنزي جونيوج اسمم نقر على قنيوم فأتيتك بها يا رسول الله أنت لما قنيت النزيم لأينا تاتشا سري ولا أنت مدتو يا الله ملك تنيا نبي صلى الله عليه وسلم لباتش وتنكى وقال أوقد فعلت أوقد فعلت هنا درك اندي أنت تركت مالك لله ولرسوله لا الله أنا لملك تنيا وسل برتك أنت لمدة أبدلك الله ببجادك إزارا ورداء في الجنة الله بالنزي هلت جنية وإن شاء الله لبسي استجنة تأكل ما تشاء وتلبس ما تشاء جنة السيف لك والبلدة فلك واللبس نور وأنت ذو البجادين أنت كذبها له عبد العزة للهم ذو البجادين يجنية وغالى بيت نسمه علموش من الالو يسهو يوم القيامة رؤوس الأشهد لي الترال مخلوقاته الله في تسبق ومبت في تترال يقال يا ذو البجادين أنت ذو البجادين وطاود الله يبالال يا نعم اسمه سمو من يامر ذو البجادين نبرتون هلو نقر طلو ودى نبي ششل راكتون الساتش وقاتك ناني أهل الصفة عمي بالو يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابة وش دها وش كنبي جربا منور وصوتش عالو كان نسوغا أبالو هني صحابة كيف نحن يا إحكوتي أني عنديتنا أن الله عبد العزة إزاري واديس سمو عبد الله ذو البجادين بالال عبد الله يا الله سبحانه وتعالى كسلم وعلى تلك باري هنا كعبادة وشسمنا كان يكثر الدعاء والذكر بتأم دعانا ذكر ميا بزايا الله باري نبر ذو البجادين حتى سموه أواها
ተመላሹ ተጨጫቹ ብለው ነበር ስሙን የሚጠሩት ሌላው ባህሪው ወይክሲሩ ቅራአተል ቁርአን ቁርአን በጣም ያበዛ ይቀራ النبي صلى الله عليه وسلم بالدربا نبر وكان يرفع صوته بالقران بالقران دمسون كف ادرغو ميقرا سو نبر فقال عمر عندي مسجد كف ادرغو بدمسو سيناغاو سيدنا عمر كنبيو غا نبر سمعنا يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا الا تسمع هذا الاعرابي ان عربيه تسمعوا دي يرفع صوته بالقراء بالقران قد منع الناس القراءه سوتشنكو مقرات كلكل دمسو ديت كف اندما يرغاتيو نبياتي صلى الله عليه وسلم قالوا دعه يا عمر انت عمر تكون دفلق يا ركباك فانه خرج مهاجرا الى الله ورسوله ودع الله انه ده ملكتنيوكو سدتي متاسونه تو انت عمر الله اكبر وكان لا تفوته غزوه غساها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يا درغواچو زمچا عندي تمام لطواتاكم كسلم بحال أبراتشو جهل نورا بزو عباداوشن أبراتشو سرا كساتشو غير ليكوش بلو قرآن حفظ عباداتشو انتكتل ياو كلهم لموتنو كل من عليها فان تفينو زول بجادينم إيهت آلي برسونو في غزوة تبوك بتبوك زمشالي سأل زول بجادين الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبياتشن ان دي يا قرب اللهچو ان يدعو له بالشهاده انت الله ملكتنيا دعاء ترك لي سيل طيقاچو شهيد اندهون بزي طورنت لي اج مسمات اندهون دعاء ترك لي علىچو فدعا له بان يعصم دمه من سيوف الكفار نبيو جاچون على السنه الله وي دمن لكافر سيف اندا ياغنيو اجر على حلو زين بلا شهيد ادركوات ثل بجادينه انسي سما فقال له بأبي أنت وأمي ناتنا أباتي لرسو مسواتي هون قال أقباباتي هاي النبي ينسيان ناقرو ناتنا أباتي مسواتي هون يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في غزوة تبوك بتبوك زمشالي سأل ذل بجادين الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبياتنا ان دي يا قرب اللهچو ان يدعو له بالشهاده انت الله ملكتنيا دعاء ترك لي سيل طيقاچو شهيد اندهون بزي طورنت لي اج مسمات اندهون دعاء ترك لي علىچو فدعا له بان يعصم دمه من سيوف الكفار نبيو جاچون على السنه الله وي دمن لكافر سيف اندا ياغنيو اجر على حلو زين بلا شهيد ادركوات ثل بجادينه انسي سما فقال له بأبي أنت وأمي ناتنا أباتي لرسو مسواتي هون قال أقباباك شوية النبي ينسي أنقر ناتنا أباتي مسواتي هون يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا ما هذا أردت نيكو هنا للمي فلقكت نيني شهيد دونو تقدي فلقكت زنبيين دموت على الفلقم فقال له صلى الله عليه وسلم يا لو ملكت قباتشونا نبي منالوت إذا خرجت غازيا في سبيل الله فمردت فمدت فأنت شهيد أنت كوب الله من قد في سبيل الله جهدوت تعمهنكو عمن قرلي بتموت لك زهد معركة هذا طورنت زمج علي دندة قدلك تدرقو شهيدونا نمتنسو مسواتنا نمتونو أوالوتيم وإذا جمحت بك دابتك دنقتكو قمالوين فرس برقق فسقطت فقتلت فأنت شهيد زاملي ودك بتموت شهيدنا انت من سيف لا يغنينو انت مفلق اللهم اعصم دمه من سيوف الكفار الله وي سيفك كافر سيف دمه لا يغني يطبق لي زين بلا شهيد ادرغو ولم يمضي على هذا الحديث غير يوم وليله تنشق انا على اللفم نبي الدعاء كارغولت بهلا حتى حم الفتى بتام تمام عند ليله لي ومات ضرب جادي ولقد مات مهاجرا الى الله ودع الله تسد سدت ليموت مجاهدا في سبيل الله بالله من غير لي طورنت وطموت بعيدا عن الاهل والعاشر كبيت زمد كبيت سبرقو موت هيسو غريبا عن الوطن والدار ما قبره لي وبقوموت هيسو فعوده الله من ذلك كله خير العود كنه ولا مسرات بكفله دي بلورقو بموتم الله كن
ጥሩ ምትክን ሰጠው ይላሉ ዑለማዎች። ምን ተከው አላህ ለዚህ ባሪያ? ታሪኩን ابن مسعود انقرن يقول عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بن هلال فبيتنا في غزوة تبوك عندي غزوة تبوك لأدرن يالنا لليت كان شديد البرد كباد برد لبرد لتنو شديد الظلام كباد زدزال جلمانو يقبر كفارو دمس سمالو فانتبهت في وسط الليل كلليت قماش لينقو فالتفت إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد ودى نبي صلى الله عليه وسلم فراش تملكت لا قنيو ألشالكم فرأيت شعلة من نار في ناحية المعسكر كسراويت جانب أكبابي أكتاج جا سراويت وصف ربت أكبابي من الدبرهان تملكتكم تقرمكم يبتعم فاتبعتها تكتيات جنبران فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفر حفرة نبي صلى الله عليه وسلم قول قوار كفروا أهونم تقوم بسوية كفرنا ومعه أبو بكر وعمر سيدنا عمر إن أبو بكر كقولنا تشوكمو شام يزو الله تشوال طواف أبرتو الله تشوال قد نسل وسط الكبر نبي صلى الله عليه وسلم كبر وستقوم بسوني الله فقلت يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم كقبرك أنا ألو أين أتشو بمبار سوال من الميت من يموت الكوة قال هذا اخوك ذو البجادين يموت ما وندم ذو البجادين نو كسام قفراچو اسغرمينا ابو بكر ان انتكم اچو رسول انت اسقفراچو الله بي يتيقواچو قال ابا النبي الا ان يحفر بنفسه انين ولسم قفرلت بلو راساچو امبي بلو نو علي يقول ابن مسعود من الهلال فوالذي فوالله بنا ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم بالله ينبني سارقوتي نبرون نققرقني عرساو ملال وقد مد ذراعيه لذي البجادين لذي البجادين الجاتش وزرقتو لي كبلوت وهو يقول لي أبي بكر عمر لعمرنا لابوكر يالو تنبرا أدنيا إلي أخاكما واندماتشو نسكي ستون إلاتشوال فدلياه في القبر ودك أبروستاك أسدوحشو ودموعه تتساقط على الكفن انباتشو ذو البجارين كفن لي رقفل كزان داك كفوت من ألو رحمك الله الله إذن الله كنت أوابا ودى الله تمر أشبار ينبرك قراء للقرآن قرآن اللي تكن مذكرة بار ينبرك ثم وقف لما وضعاه في القبر أبروستن دج أمرت قومنا رافعا يديه مستقبلا الكبلة ودى الكبلة تكتاجونا اجاچون انستو ود الله دعاء درغو اللهم اني امسيت راض عنه فرض عنه الله وي اني كسي ودرك سون امشي تشالو وددو اللهم اني امسيت فرض عنه الله وي اني ودجو الله وددلي عبد الله بن مسعود من الهلال يا ليتني وي منوتي كنت صاحب الحفره يزا غدغد بالبيتني بنبركو يتمني لأنال دعاها صلى الله عليه وسلم يا نبيون يهندو عندكين يا نبيون باني قاندار فتمنيو من نوهن يبنبر قلك ووالله وقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة والله بأ الله ونبي كسب فيت بأسرى مستعمت ودسلمنا بمقبات كرموال هلا تشني على قنين ودل قنين يا نبيو كبر كفر اللت انباتشو سلعرفو قبت وسط راساتشو لحد اللي كف كبرت اندزي يتمنيوت نقري اللي ملال ابن مسعود علماء من الهلو لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ودك أبر قبت وسط لحد ياسقبوت كأم صحابة وتشست ليلان سوال اسقبوم عندن يومان نو عبد الله ذل بجادين ينتا لك صحابات بر رسول الله بزامة تفكراتشو سوستامة تاقسة ولا جنيا سرو دساتشو بنافق وتروتا علماء من الهلو وكان مسرعه في تبوك مموشاو يتكبر بالتبوك لينبر ومضى الركب وخلفه هناك سراويت السن زابر عليك أبرو تنكسكسو تتوتهدو لكنهم اجتمعون في جنات عرضها السماوات والأرض لقرقن جنة استيسب السبالو صفات عرض يقولن صفات سماوات والأرض يسمينا يمريت صفات ياندو صفات كسمايس كمريت ميال صفاتو بتشار
يوم لا يخزي الله النبي الله نبيات نبي بما وردبت كان والذين آمنوا معه كسوغا آمنوا تصحابوچن تكتايوچن بما وردبت كان نورهم نوراچو يعني يوم القيامه يسعى بين ايديهم وبايمانهم كفيت كقنياچو نور ديابرو ود جنت بمندوبت كان ابرو جنت يغبالو كذا غا بيتوت مري غودال رضي الله عن ذو البجادين الله ذو البجادين يوددوا ابرو جنته استسبسفن انجدي تالاقو يساري انجداچن ذو البجادين ني نبرا اسكي اطر لما درك نتحفظت بحريوچ اندنيا اولو من اسلم من قومك حزبوچو لمجمر على بچني يسلم ذو البجادين نو نبرتون ترو كله نجر طلو ود النبي صلى الله عليه وسلم يتسددت وداج صحابانو سوستنيا كان شهيدا في غزوه تبوك مسوات هنا غزوه تبوك لي متو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يا جام يمسسلو نطب مجمرى ساياياچو نبر يسلمو الله يزن الذل بجادين رضي الله عنه وارضاه نعم ان شاء الله كذل بجادين من مارو تمرت مدنو الدروس والعبر كالسم المسلات واستمرتوش مدنو نبياتنا صلى الله عليه وسلم مقبيات اللي اندالو أصحابي كالنجوم يعني بالدربوش كواكب توشناتشو ودكت تانيو من قرن ميان ملاكتاتشو بلوال كزي صحابة هيوت من ملاكتكو دانا مدنو درس نستالن عندنا من ترك لله شيئا أعوده الله خير منه لا الله سيل عندنا نقريتهو الله كزاي تشال النقر يتكالتا حديث الشريف هي نبي صلى الله عليه وسلم حديثنا ذو البجادي أقر تتو تسدد يدقبت نقر ناتبات نبرت تلو تسدد قنزب نبرت تلو تسدد الله قني تشال النقر تكاو من تكاو يقول يا نبي صلى الله عليه وسلم بالربان نتقوادين الله وفقه إن كمان يتوليس أقال يا نبي صحابة كمون بايمت أن باياتشو نورو تابعين نبرميون كالاياتشو صحابي بالبالب قدم النال ويساتشو لايو تيقبال تنقط اينا عماك هنا على دمو سولياتشو يقبالي قدني هي بتبوك زمتشالي شهيدون مسؤاتون يسيوم القيامة شهيدون ونمين نسو الله فيت سوستنيا بنبيو صلى الله عليه وسلم اجك أبرو تكفر اللت أردتنيا نبيو صلى الله عليه وسلم راساتشو وردو كبروست لحدوست اسكبوت أمستنيا يا نبيو صلى الله عليه وسلم دعاء كنيا جاءتوا ناستوا اللهم إني أمسي تراد عن فرض عنها لوت الله يملس على ديه الدعاء لا والله لا الله سيل أدنا قر يتوى الله يتشعل النبي تكالته صحابة استمرنا هين بيوتا تشلنا وطي قبال كسميت قنزبا نمتوا لأ الله ستل الله لانت لسو ستل كتوك الله يتشعل يتكالها أنت متأت بيت كفتاليهن شلال يا لا الله ستلتو والله الله يتشعل نقر يتكالها من من نغرتو بيت زمر لم يغداج يورس غدايلو طلعوا لا الله ستلوطا الله يتشال نغري تكالله هي حديثنا من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه الله يتشال لي تكالتال يبتجباج كلاتنا يينمو الدرس الثاني ثانيو درساتن كثره قراءه القران قران ما بذات اللب كذل بجادين تارك لي من مارو كان ذو البجادين يكثر القرآن قرآن بطام يا بزا ميوا ميقرا سو نبر ايه الله دبداب بزاري اجاجنا يتكمطال ما نياچن يا نسالو ادلم نبي صلى الله عليه وسلم مدنيال كنت قراء للقرآن قراء مبالغا بطام قرآن قري نبرك الله يزن الله كيف نحن مع القرآن ايه الله لك ودبداب بين ولنيا انديتنا القرآن قال والله الله سبحانه وتعالى حديث القدس لي من إلال أنت باري إلال إني أنت عزبو سينا قرنو أنت باري من قر لي يركي يالو داس جبكوي ودا أساساني سفر كزمد بكل دب دابي متعلهال يمتو دمت نافكو قواد دنيا سلنا برت كفتونا من قر دنكو بوتا لمدرسات ترم إزاو كفتا ودا تلات ألا اللبلة تانبو عالي تمسط تانبو عالي يستسك عالي قماش بوتا تالك سالة اندي يانك بغوغوت المتانبو يبيه زمد يبال بيته دب دابي يني دب دابي قل لك كل بتكبرو نبي شلالكو توكو لنا لله لزانو نبياتنا صلى الله عليه وسلم سيناقروا سموتا قربوا لالله منالو وقال الرسول ملكتنيو انديه على يا ربي
قيتاي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قيتاي يصبوتشكو قرآنا قلن لا درقوا ياسوت توتكو قرآنا عالكتلوا ولوشي مهجورا ملو سيفسرو على مكراتو قرآنا كما توستنا قرآنا على محفظ قرآنا كما توستنا بس على مسرات قرآنا كما توستنا كم يز على مسرات ميكالك على مكالك القرآن كما توستنا بس تحكيم بس على مداني القرآن كما توستنا تتنال يشري عفردو يتتن يقل دانيو جا يهلونو ايتو تشاتشنا فاتو نميلوت يهو اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن انتو تقالو تكو كيته بلو نبي صلى الله عليه وسلم سموتا قرب هون حقيقة القرآن ولا تشلني تونا ظل بجادين يتودي صحابا لزيهم درجة بكو قرآن بتقام ميود ولي قرآن قام ميود قرآن قواد دين يونا بار سيدنا علي من الالو القرآن صاحب لمن لا صاحب له قواد دين يالا للو قرآن كو قواد دين يالا بيتكو جبل كفته كالله قال يالله اندبدا بيقالو كونو الله أكبر نحن رقنا ذل بجادين قن ودزين ويالا إن شاء الله سوستن يو كذل بجادين حياة من المارو صحابوش لا طرونا قرينا براتشو كناتنا قوكوت ابن مسعود من دنيالا ينبيون با ذل بجادين كفل لي سيارف دعا سيارة قلت يا ليتني كنت صاحب هذا الحفرة يزي كبر با لبيت بهم كوالا يمي من يوت بخير لك ايك اندماتشو نقر منو ندسو قرآن بحفظ منو ندسو ليل صلاة سقاج بهم منو ندسو الله هبت سطي مسجد ساري بهم نالي لان من نمانيو حقيقة دوناوي كوسا كالاوي تكم بجانو ماتيريال كوسلي بجانو منا تكرو حقيقة عبد الله بن مسعود قال منو ندسو فيه الدعاء باقينيو كما في الصحيحين صحيحين بخارينا مسلمين بتزقبوا حديث لي نبيه صلى الله عليه وسلم حيست ممك إنيت ميتشالبتن هولت بوتالي تقسمال لا حسد إلا في اثنتين كولت بوتاوتشوز لا حسد مك إنيت يلم رجول أتاه الله تعالى القرآن وهو يقول يقوم به أنا الليل والنهار عندنا يولتك أنا بثميك قباس الله يقرآن من أقد ستم قرآن النحفظ هذا الرجل لليت عندما برات عبرتو سيسا قدبت يادرع كنسي كرايولان تفسير يا سعلموان كقرآن قانو هيوتو إين ستاين يا الله منه ندسو ستاين قرآن ندسو بوكو لما مقنيت ممنيت إيجالا لسلم النوس ولتنيو ورجول آتاه الله تعالى مالا وهو ينفق منه آناء الليل والنهار ليله دمو الله سفي حبت ستم يين برنقن قاطرها لازم كل مليتك أن صدقه يسدوان إنفاق يدرقوها ليسو أنت إيهم بتمني تشالل منه الله سبحانه وتعالى إن دسو لاني ستوني بر مسجد بسرو دلي بسرو يمسجد بامبوها وها باس كفر بلا بتمني تشالل أنا صحابوش ينبراتو لخير نقر قوت كازي كزول بجاري تاريكوست منه وتعصى مروتنو أردتن يو طلب الدعاء من الصالحين دقاق قسوش صالح وتشد عادر قول لي مالت عندما يكبرنا يلا عبد الله ذل بجادي نبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي ان اكون شهيدا يا الله ملكتني مسوات نكون عادر قول لي بلواچو انت يتشعل سو ستاي صالح وانا سو ستاي اباك تو حرك لي تلك تكمالو حتى نبي صلى الله عليه وسلم ودتاش زك بلا انكم على امتاچو يستمرونال عندن وندم دو عادر قلن مالت عندما يكبر سيدنا عمر حج لما هدرك عمر عند السوسي نقراتشو نبي صلى الله عليه وسلم عمر عمر على رجل يرسلوا من علاتشو لا تنسانا في صالك في صالح دعائك يا أخي لا تنسانا ان داترسانا انت عمر انت وندماتشين كزيه الدق دعاء كزيه طهو دعاء ان داترسان وندمي قالوا تنبي صلى الله عليه وسلم نبي يزك بلو يساتشو ان درسا عمر دعاء درق اللي سيلو التال الدعاء أدرق اللي مالت سوستك مالو إلى العلماء عندنا يا وندم بظهر الغيب أنت ساتي ودعاك سلام يا درق الاستجابة عندنا الدعاء نبياتي الحديث اللي عندنا قررت عند وندم برقة لوندمه ساياي بيتوهن ومي أدرق اللت سكرقة هنو بغيب مي أدرق اللت دعاء يدرس عليهم من الاسم بلوان عندهم بمالته انتك امتاقين يا الله انت أرق اللي بمالت ولتنيا السن وندم من راسه انت تكمو الله يسي نبي صلى الله عليه وسلم بقى ليلة حديث اللي عندنا تناقرت
አንድ ሰው ለወንድሙ በገይብ ዱዓ ሲያደርግ መላእክቱ ከጎኑ ምን ይለዋል? ወለከ ምስሉ ላንተም እንደይነት አላህ ያድርግልህ ለወንድም ራስክን አሸንፈህ ዱዓ ያርክለት ያለ በላ አንተም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያርግልህ ይለዋል መላእክቱ። ሶስተኛ ነፍስህን ታስተናንሳታለህ ስብር ታረጋታለህ ዱዓህ ሁሉ ይስተል ሳልሆችን ዝም ብለህ አይደለም ደጋግ ኸይረኛ ሰዎችን አኽሉ ተቅዋ ሰላህ ጦርነት የሚታይባቸው ሰዎች ዱዓህ ሁሉ تعلق شيخوچن يا شيخنا حديا ستة دوار كلن مالت اندميجبانو ذل بجادين يا استمارن ليلو امستنياو تمرت شوق الصحابه للقاء الله صحابوچ الله سبحانه وتعالى لمجنايت ينبراچو فكرنا يالن بتام نبر ميغاغوت عبد الله ذل بجادين مندنا يال يا رسول الله عندي على ملكتيا والله لا انا اكون شهيدا راك مسؤات بهون دعاء ترغلي ኢየሱስ ሲገደል መስዋዕት ሲሆን ነብዩ ሊረቃቸው ነው አይደል? ከዛ የበለጠ የሚወደው ጌታ አለ አላህን መስዋዕቱን ሊገናኝ ጓጓ። ሸውቅ አላቸው ሊለካ ኢላ ቶሎ መስዋዕቱን ዱንያ ላይ ነው አላህን መገናኘት። ወከነ بعض السلف ከደጋግ صالحዎች ቀደምት صالحዎች ውስጥ ምን ይለበር አንዱ ዋ ሸውቃ አቤት ናፍቆቴ ሊመን ያራኒ ولمن لا اراه لم يعي لما لا يوجيتا نافقوت يجمرين نبرو ده سماي دي جون انستو اي ادرك وا شوكا نافقوت الى حقنيا نافقال الله مجنايت اونيا وداجنا نغا الله انت جنايت نبال سنت سرع لبن كان يجمر والله سنت مطفو لبن ان كان الله سو اند يسمع بنفلكم سنت وجل بذا وجل الله لنجناي وداج الناس غواكو توال الله مجنايت ስድስተኛ ምን ማሩ አስተምሩት ይሄ ከዋክብት የሚያመለክተን ምንድነው? ان الحسنات يذهبن السيئات መልካም ነገሮች የተሰሩ መጥፎ ነገሮችን ያስረሳሉ። عبد الله ذو البجادين مسجد سكوت ብሎ ድምጹን ከፍ አድርጎ ነበር የሚቀራ በጣም ሰይድና ዑመር ቀደም እንዳየ ነው አንተ ያላ መልክተን ያረበሸን እኮ ድምሰን ተዋትሉትም ቀንስ ሲሉት ነብያችን صلى الله عليه وسلم ምን አሉ? ታኩ ያ ዑመር انت عمرته فانه خرج مهاجرا الى الله ورسوله ودع الله انه ود ملكتنيا وكونوا سدته يمت توبك تو اندفلغيو ايه سوج يسروت بزو خير سراي نورن تنشوا استت حغان عدلم بتناكر بزمناچ بتام يسازلو ان السيئه يجي سيئات عنده استت تذهبن الحسنات بحر ما يالون خير سراحل ابو يطفابا سنتش خير اسرائيل يالا ميتاوق طرو بحري يالا عنديت ستت يفلقلن دموسو يلعل هي في البجادين تاريخ لهنا اللي متمر نبيومنا تعو يا عمو تنزم كفار جمربش مسجد ساي فقدم سو تمسطو نو يقرا اوانا اواه نبر تملاش نودع الله نغير جن النبي صلى الله عليه وسلم توبك يا عمر توبك سدتكو الله انا ملكتنيون فلقو يمطا باريا نو ሰባተኛ ከሱም ምን ማረው? الدعوه في كل حين وفي كل مكان ودع الله حزبን መጣራት በየትኛውም ሁኔታና ቦታ መሆን አለበት በየትኛውም ሁኔታ ላይ ሆነን ዘልቢጃዲንን ይሄን የመሰለ ታላቅ ሰሃባ ያሰለሙት ወደ ሂጅራ እየተሰደዱ ያሉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ሰሃቦች ናቸው። እነሱ ከኋላ ቁረይሽ ያባረራቸው አሁን ይደርሶ ይገልን አይገልን ፍራቻ ላይ ያሉ እሱን አገኙት ስቶት ሊሄዱ አልፈለጉ እስልምና አቀረቡለት ራአይቱ ያተመችቶ ማድረግ አልቻለም። ካፊሩ ግን ዛሬ ፓምፕሌቱን አሳትሞ እንትናን ተቀበል ትደናል ይላል ሙስሊማውን ተኝቷሮላ ስደት ላይ ያሉ በዛ ተጨባጭ ላይ ዳዓዋን አራሱ አንድ ኪታብ ላይ ቀሰሱ السعداء والاشقياء የጦሩና የመጥፎ ሰዎች ታሪክ የሚል መጽሐፍ ላይ አንድ ወጣት እንዴት ተውበት ወደ እስልምና እንደመጣ يعني عند توبته سيناجر من الهلال بتام مطفو دريه سو نبركو الهلاله سو ايكونومي هابتام ني عندي ماكينه يناس نسجي سيجارين ياچسكو سامرا بغوداناو لي كرقت كالكتريك بول جاي تغاج نچ ماكينه تملكتو روچ ود زاهد كسول لمادان ستتغاو كرقت ماكيناو بفيتو نور بزا سو نور ماكيناو يابر በጣም ተጠጋውትና ላድነው ጅል ሰነዝርስል ሰውየው ግማሽ አካሉ ተረግጦ ነበር ተጨፍልቆ ለታድነይ ትፈልጋለ አለኛ በዛ ሞታፋፍ ላይ ሆኖ አዋልኩት ላግዝ ነው እንግዳ ሲጋራን ጣል መጀመሪያ
ሲጋራይን አስጣሊ ደነገጥኩ አለ ሞት አፋፍሪ ያልቃል ከባድ ተነገቱ ከዛ ጎትጭ ላውጣው ስልምና ላይ አሁንም ለትረዳኝ እውነት ትፈልጋለህ አለ አዋልኩት ይሄን ምትፈልግ ሆነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ አለው መሰል እዛው ላይ ሞት አፋፍሌ ያለይ ሰው ነብያችን ምን አሉ من صنع لكم معروفا فكافه አንድ ጦሩ የሰራላችሁን ሰው በጦሩ ምላሽ ስጡት ይላሉና እኔ ደሞ ሞት አፋፍሌ ነኝ መዳኛ የለኝም ግን ጦሩ ነገር ልሰጥህ የምችለው ነገር ቢኖርኝ ምክሬን ነው ልምከርህ አለኝ اتق الله اللهم فرا اتق الله اللهم فرا اتق الله اللهم فرا لي سوستي تربدبد قال كذا من علي اياك ورفقاء السوء مطفو قدنيوچ راك علي تربدبد تنقط ان سو ود ذا وسط ود بيت يتملسوا لتنيا موكر قال تسكلني تنساونا ليله شاورو سجي بتام دنجچالو مسجد جي አካባቢ ካለ መስጂድ ላይ ሱብሂን ሰገድ እንዳበቀው መስጂዱን ኢማም ሄድኩና ያ ኢማም የተከሰተው ሁሉ ነገር ነገርኳቸው የመስጂዱን ሼህ ምን አሉኝ እህመድላህ الذي احياك بموت ذلك الرجل በሱ ሞት አንተን ህይወት የዘራልህን አላህን አመስግን እሱን አላህ በዛ ክስተትከው ወደ አኺራ ሲወስዱ አንተን አስተምሮ እንዲወጣ አደረገ እህመድላህ الذي احياك بموت ذلك الرجل አሉኝ ከዛ ወዲያ ራሴ ተመልሼ ለኔም ለሱም ዱአ ያደረኩአለሁ ይላል አያችሁ ይትም ቦታ ላይ ዳህዋል ሞት አፋፍሌ ወግ ስደት ለሂጅራ ነ ብርድ ነው ክረምት ነው በጋ ሁሉም ዳህዋል ንግድ ቦታው መስራ ቤት ላይ ሆን ሁሉም ዳህዋል ወደ አላህ ነው ሰዎች መጣው አንተ ዝም ለዳህዋ አድርግ አላህ አንድ ቀልብ ይመራላ ንየ ኢኽላስ ከማር ሌላ መጨረሻ ምን ማረው ከዙሉ ቢጃደይን ህይወት ታሪክ ምን ማረው ስምንተኛው ትምርት ጦለቡ ልዒልም علمن مفلكن ذل بجادينن نتملكتن وبقنچو بقنطوت بمچوت يادغا لغلاغا وطاتنا نغير گن دينن لماوق كعلبت اگر ود مدينه ود ميوسلو دارچا گودانا يمگنت ادرس بغرو يمطال كذا بوحالا بغرو 13 اسك 15 كيلو متر يترامد اسك نغروني يالي يا اندامط دغنا 13 كيلو متر ود اگرو يملسال دي يادرگن قران يحفظ فكيف نحن ان يسليتنا طبعا ما يسعزنه والله في سي دي ونلبنه كاسيتو ونلبنه مصحفو تترجمه مولطوال كله نجر جايز ديشو الله ان لله كله نجر تزغشتوال لما ما رجن سجيتو عدلنا ما طار اللبن علم ما فلق يتطبقبنال علماء وش بين المسجد مولطوال كنا السجر هدن ممار ينوربنال ان شاء الله الله سبحانه وتعالى جنتوس كنزي صحابو شغا ابو يوسف سمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عداديس اسلاماوي دعواج وقتاوي مرجاج انديهم يتلايو اسلاماوي فيديوج اندي درساجو سبسكرايب يادرو يدول ملكوتونم يجانو